نحييكم على الهواء مباشرة من استديوهات 218 نيوز في البلاد. اليوم نبون نتأمل شوي في حلقتنا للبلاد الليلة في مسألة الظرف الإقليمي الدولي. نبون نشوفه هل العلاقات الدولية المتقاطعة أحيانا والمتصادمة أحيانا نبون نشوفوها على خريطة ليبيا وين حتتجه بينا، هل ماشي بينا نحو الاستقرار أو ماشي بينا نحو التصعيد. نبون نشوف وين تتقاطع وين تتصادم الأدوار، سواء الدور المصري أو الدور الروسي أو الدور التركي. وأيضا نبو نلفت الانتباه لجزئية مهمة جدا يعني ما نحكش فيها واجد، اللي هو الدور المغاربي. الدور المغاربي اللي يعني على ما يبدو بحسب مراقبين ما كانش في دور إيجابي للعمق المغاربي اللي يعني يمثل ليبيا. إلى الآن ما شفناش مثلا دور فعال في هذه المسألة، وتقريبا وجهات نظر كلها مختلفة. يعني ما فيش كل دولة يعني من دول الجوار الدول الشقيقة كل حد عنده يعني وجهة نظر وعنده رؤية لشكل الحل في ليبيا، وأيضا حتى الملفات المهمة لذات الاهتمام المشترك من المفروض منطقة أيضا فيها وجهات نظر مختلفة، زي ملف التهريب وملف الإرهاب وظاهرة الهجرة إلى آخره. فيعني في وجهات نظر مختلفة، لكن نبغى نعرف طبعا بالضبط كيف الأمور ماشية وكيف تتقاطع الأدوار هذه، وكيف حيقدروا يشتغلوا الأمريكان في هذه المسألة، خصوصا أن الأمريكان عندهم مجموعة من الحلفاء في ليبيا قاعدين الآن يعني في أدوار متقاطعة ومتصادمة، تحديدا لما نحكوا على الحليف المصري للولايات المتحدة ونحكوا على الحليف التركي الاستراتيجي للولايات المتحدة. كيف حتشتغل الولايات المتحدة وكيف حتقسم هذه الأدوار، وكيف يعني شن هي الفرص عند أمريكا عشان هي تفرض رؤيتها للحل داخل ليبيا. طبعا حنضمننا بعد لحظات وبعد دقائق الأستاذ رشيد خشانة من تونس، ورئيس تحرير صحيفة شؤون ليبيا، وعنده خبرة كبيرة في هذا المجال ومتابع ومراقب دقيق، ويريت يعني تضعوا أسئلتكم وتعقيباتكم ونحن بدورنا حنعطوها أيضا وننقلوها للأستاذ رشيد خشانة لما يكون معنا على الهواء. هذه كلها تفاصيل طبعا وأشياء مهمة للغاية. بالنسبة للمسارات السياسية المحلية، آخر الأخبار طبعا اللي هي اللجنة القانونية اللي مفروض أن هي اللي فيها 18 عضو من لجنة 75 بدعم البعثة الأممية، ما زالت يعني في تعثر. يعني الأمور يعني للأسف إلى الآن ما فيش مثلا شيء أو تطور نوعي. من المفترض أن اللجنة القانونية هذه هي تشتغل على مسألة الانتخابات وكيف نحن نقدر نمشي للانتخابات في 2021 في 24 ديسمبر. هذه كلها طبعا تفاصيل أيضا لك حنحكوا فيها بالتفصيل في حلقة غدا، حيكون معنا السيد مهدي عبد العاطي غدا ونتكلموا عليها بتفصيل أكثر ونشوف الأمور وين متجهة. ولكن خلونا الآن في مسألة الظرف الإقليمي الدولي وتقاطع الأدوار هذا ونشوف خارطة العلاقات الدولية في ليبيا. وخلونا نرحبوا بالأستاذ رشيد خشانة، انضم لنا من تونس، رئيس تحرير صحيفة شؤون ليبيا. سعداء جدا بانضمامك لنا أستاذ رشيد، وشكرا طبعا لقبول الدعوة. نعم، مش عارف إذا صوتي يوصلك بشكل جيد أستاذ رشيد. لا سمعك كويس، سمعك كويس. نعم، أهلا وسهلا بك، تحياتي إليك أستاذ خليل. نعم، وإلى كافة المشاهدين والمشاهدات. نجدد ترحيبنا بك يا أستاذ رشيد. وزي ما تشوف الخارطة يعني معقدة شوي في ليبيا وأدوار متقاطعة أحيانا متصادمة أحيانا. بنبدأ معك بالدور المصري والتطور النوعي. من سنوات طويلة ما شفناش وفد مصري يصل إلى طرابلس، العاصمة طرابلس في المنطقة الغربية. فربما السؤال البديهي الآن، هل تتوقع أن مصر قادرة على استعادة دور الوسيط في هذه الفترة وأن هي تعوض هذه الأخطاء الاستراتيجية في المرحلة السابقة؟ بالطبع يعني نعم. أعتقد أنه هناك معطى جديد في المنطقة، معطى لم يكن موجودا في السابق، وهو معطى مهم لأنه سيؤثر في التحالفات الاستراتيجية في المنطقة. أول شيء، أول ملاحظة هي أنه في السياسة لا وجود لرغبات بالأساس، السياسة فيها مصالح وليس فيها مواقف ثابتة. ولذلك عندما انتبه المصريون إلى أنهم ذهبوا بعيدا في التحالف مع طرف من الأطراف الليبية دون الأطراف الأخرى، يبدو أن هناك الآن شعور بضرورة تعديل هذا الموقف. لماذا؟ لأنه علينا أولا أن ندرك ما هو السياق الإقليمي الذي نعيش فيه اليوم. السياق الإقليمي أحد عناوينه البارزة هي الإدارة الأمريكية الجديدة. والإدارة الجديدة حتى لو لم نرى إلى حد الآن بعض ملامح سياستها في الشرق الأوسط واتجاه ليبيا وغيرها، فإنه من المتوقع باعتبار أن الحزب الديمقراطي هو الذي أخذ الحكم بأن يصير هناك تعديل ضد التطرف السابق الذي كانت تمارسه الإدارة الماضية. ولذلك يعني يبدو لي أن المصريين استشعروا هذا التغيير وأرادوا أن يستبقوه بالمبدأ الذي أشرت إليه، وهو أنه في السياسة ليس هناك مبادئ ثابتة، هناك مصالح. فعندما حصل تغيير فعلى الأرض في ليبيا
وخاصة على الصعيد العسكري بعد انسحاب قوات الجيش الليبي، نعم، خلينا نقول من المنطقة الغربية إلى سرت. يعني بالنسبة للمصريين هذا واقع عسكري جديد عليهم أن يستوعبوه ويدخلوه في حساباتهم، وأعتقد وأرجح أن هذا هو أحد الأسباب. الملاحظة الثانية هي أن الوفد الذي ذهب إلى طرابلس كان بعد 4 سنوات أو 6 سنوات من القطيعة وبعد إغلاق السفارة المصرية مدة طويلة، هذا الوفد ارتدى طابع عسكري، طابع أمني مخابراتي. فهذه تفصيل مهم في تقديري، لأن الموضوع يتعلق بترتيبات فيها مصالح للطرفين، بالنسبة للمنطقة الغربية من ناحية، وبالنسبة لمصر القريبة من المنطقة الشرقية والمتحالفة مع الشرق الليبي. في هذا المجال حاول الليبيون أن يعيدوا التوازن إلى مواقفهم السابقة. نعم، هذه جزئية كما نعلم جدا. الموقف المصري كان منحازا بشكل كامل لأحد الأطراف، فهذا كأنه بداية لتمشي أو إلى خيار جديد عنوانه علاقات جيدة مع الطرفين. طيب، ونبي نسألك على العلاقة بين مصر وروسيا في ليبيا. يعني لاحظنا أستاذ رشيد أن مصر غابت عن ملف الأزمة الليبية، يعني واقتصر دورها على دعم معسكر البرلمان والجيش فقط. ولكن لما صار ترتيب أثناء الحرب بين بوتين وبين أردوغان وانسحبوا الفاغنر من بعض المدن وخسر الجيش في المنطقة الغربية وجنوب الغرب، يبدو أن المصريين اكتشفوا يعني أن هم خارج اللعبة، يعني خصوصا أن روسيا تتصرف بشكل منفرد في ليبيا حتى من غير ما تستأذن مصر في هذه المسألة. بعد هذا كله، هل من الممكن وصف مصر وروسيا بالحلفاء داخل ليبيا؟ والله لا أعتقد أنه نصل إلى هذه الدرجة الآن، نعم. ولكن الشيء المؤكد هو أن هذه المعطيات العسكرية الجديدة جعلت المصريين يميلون إلى نوع من البراغماتية، بل إلى كثير من البراغماتية في علاقاتهم مع الجيران، ويدركون أن التمسك بدعم طرف واحد ليبي ضد الأطراف الأخرى يقوض العلاقات مع الغرب الليبي اللي يمثل ثقل سكاني وسياسي وعسكري واقتصادي، ويجعلهم يعني محصورين في الجانب الشرقي ومع طرف معين. يبدو أنه هناك كما قلنا عودة إلى كفتي الميزان مع الطرفين، طبعا مع علاقة مميزة ستستمر دائما مع المارشال حفتر ومع هذا الشق، ولكن هذا لا ينفي أو لن ينفي في المستقبل أن تكون هناك علاقات حوار على الأقل وأخذ وعطاء مع الطرف الآخر. طيب، لا شك أنك أنت تابعت التقارب الكبير جدا، التقارب الروسي التركي بين أردوغان وبوتين بالنسبة للملف الليبي، يعني وفي حتى وصل إلى الغزل، يعني وبوتين يقول أن أردوغان رجل يفي بوعوده، وأردوغان يقول أن بوتين أيضا رجل يفي بوعوده، في تقارب كبير جدا. فالأهم بالنسبة لنا نحن كليبيين في تقديرك، هذا التقارب هل حيعزز مسألة الاستقرار وإبعاد شبح الحرب نهائيا، والله هو ربما يعني يمشي بنا نحو التصعيد لا قدر الله؟ أستاذ خليل، العلاقات الروسية التركية يعني مرت بتقلبات عديدة، ثم هي تأخذ في كل بلد مظهر معين، ليس هناك خط أنه روسيا ضد تركيا وتركيا ضد روسيا، نعم. هذا غير موجود، ولكن هناك توافقات كما يسمى، توافقات ترتيبات للمصالح المشتركة حيث يمكن أن يتم ذلك. طبعا في بعض المناطق الأخرى هناك صراعات مثل يعني ما جرى بين في آسيا الوسطى بين روسيا وتركيا، هناك صدام، ولكن في مناطق أخرى الوضع مختلف. في ليبيا نحن نعلم أن الدخول التركي القوي إلى هناك هو الذي أضعف الموقف الروسي وجعل روسيا تضطر إلى سحب عناصرها وخاصة عناصر فاغنر من الجبهات الغربية وتعود بها إلى سرت. فالعلاقة في ليبيا أظن أن فيها نوع من البحث عن أستانة ليبية إن صح التعبير، ولكن يبدو أن الظروف غير ناضجة لذلك، باعتبار أننا نسمع دائما هناك أسلحة تكدس ولم يتوقف تكديس الأسلحة، هناك تهديدات، هناك تلويح بالعودة إلى الحرب من هنا وهناك. فكل هذه الأمور تجعل أن الموقف لا يسير باتجاه أستانة ليبية كما قلت بسهولة.
طيب هل من الممكن يعني ان الروس والاتراك يعني يصلوا لنوع من القناعه في اطار دعم البعثه الامميه ودعم جهود الامم المتحده وربما حتى دعم يعني الرؤيه الامريكيه بما تراه الحل المناسب داخل ليبيا؟ هل ممكن يعني هم يتصرفوا بشكل مختلف في ليبيا عن بقيه المناطق اللي هم يعني يحاولوا ان يكون عندهم فيها نفوذ قوي؟ هل ممكن شيء يحدث؟ هو علينا ألا ننسى اليوم الذي وطأت فيه أقدام الرئيس بوتين قصر الكريملين. ماذا قال في اليوم الأول؟ قال أنا أتعهد بإعادة الاتحاد السوفيتي إلى مجده، ليس بهذا الاسم طبعا، ولكنه يقصد النفوذ السوفيتي الذي استمر خلال فترة البيرسترويكا يتراجع يتراجع حتى تقلص إلى أدنى تعبيراته. ولاحظنا منذ أن جاء بوتين حوالي 20 سنة وهناك تمدد روسي في القارة الإفريقية، في آسيا، في أوروبا، في عالمنا العربي، من خلال العلاقة في المغرب العربي، من خلال العلاقة مع الجزائر، من خلال الدخول القوي والمسلح إلى ليبيا. فكل هذه المعطيات تبين أن الموقف الروسي هو موقف مندفع إلى الأمام، وشيء طبيعي أنه يصطدم بموقف مندفع آخر هو الموقف التركي. ولكن مع ذلك أنا أتصور أن هناك إمكانية لترتيبات بين الطرفين، والوضع العسكري الآن في سرت وفي فيما بين المنطقتين يعني لا يشي بأن هناك إمكانية لصدام جديد. قد تكون الفترة هي فترة جس نبض للبحث عن توافقات، كل يأخذ حصته. وللأسف يعني هذا يجعل المشهد الليبي هو مشهد مكون من هذه الأطراف الخارجية المتصارعة أحيانا والمتوافقة أحيانا أخرى، ولكن الليبيون يعني خرجوا من اللعبة، هم يتفرجون على هذه اللعبة الدولية على أراضيهم من دون أن يستطيعوا أن يؤثروا فيها أو أن يلجموها أو أن يقولوا كلمة تخص المحافظة على استقلالهم والاتجاه نحو تسوية سياسية ليبية تعطي للبلاد فرصة النهوض من جديد. طيب ما دام يعني اللاعبين الإقليميين الأجانب هم لاعبين أساسيين الآن في ليبيا وهذا أمر واقع، خلينا نسألك إذا أستاذ رشيد على الدور التركي. الدور التركي يعني في المرحلة السابقة في فترة الحرب يعني جاء تحت شعار وتحت الإعلان حماية حكومة الوفاق، لكن كيف نقدر نفهم الدور التركي الآن؟ هل في اختلافات خصوصا بعد تمديد 18 شهر تقريبا يعني لجنود الأتراك؟ كيف نقدر نخلوه في أي سياق الدور التركي قاعد يشتغل الآن في ليبيا؟ والله الشيء الواضح والأكيد هو أن تركيا أصبحت تعتبر نفسها المعلم بالنسبة للباقين جميعا سواء المحليين أو للإقليميين. هي احتلت موقعا عسكريا متقدما وبيده أوراق قوية مثل التكنولوجيا المتطورة التي تستعملها في الطائرات المسيرة وغير ذلك، وخاصة حضورها العسكري الجسدي يعني من خلال قوات. يعني هذا الأمر يفسر في المنطقة الغربية بأنه الخط الأخير للدفاع ضد هجوم الآتي من الشرق. ولكن في الحقيقة الأتراك حصلوا الآن ورقة مهمة جدا بأن العالم كله تقريبا سلم لهم بهذا الموقع داخل ليبيا، وهذا يعني يصعب الأمور قليلا باعتبار أنه المنطقة الذي يتعامل به الرئيس التركي أردوغان بهذا الاستعلاء وبهذه العجرفة أحيانا، وعندما تترجم على الأرض في ليبيا أو حتى ضد أرمينيا في آسيا الوسطى وغيرها من المناطق، يعني هي لا تسهل أن يكون هناك توافقات إقليمية ودولية، بل بالعكس يعني هي تدفع أطرافا مثل القيادة العسكرية في المنطقة الشرقية إلى أن تتصدى لهذا الحضور العسكري التركي. ولكن الذي لا يمكن المناص منه اليوم يعني من الصعب جدا أن تتخلص ليبيا من هذا الأمر الواقع الجديد. نحن يعني نتذكر كيف قالت السيدة نائبة مندوب الأمم المتحدة في ليبيا أن هناك 10 قواعد عسكرية لدول مختلفة في ليبيا. طبعا هناك حديث عن قاعدتين تركيتين وعن قاعدتين ربما أيضا روسيتين وغير ذلك. يعني أصبح الوضع الآن يختلف نوعيا عما كان عليه في الماضي باعتبار هذا الوجود العسكري يغير المعطيات تماما. نعم،
يعني رغم ان حديثنا اليوم ومحورنا الاساسي هو الابعاد الجيوستراتيجيه لهذه العلاقات الدوليه استاذ رشيد، لكن نبي يعني ننقل لك سؤال من احد المتابعين اللي تابعوا فيك الان من ليبيا، السيد ملك يونس، يعني له بعد محلي هذا السؤال، يقول هل تتوقع تقارب تركي مع الحكومه المؤقته يعني في الشرق معسكر الشرق زي التقارب المصري مع حكومه الوفاق، يعني بما ان يعني احنا قاعدين في استراتيجيه المرحله الاتصالات مفتوحه، يعني الجميع يتصل بالجميع والجميع يتحدث مع الجميع؟ يعني لا اعتقد ان التوازن بين الكفتين يتم بهذه الطريقه. نعم. يعني الاتراك قالوا عده مرات انهم لا يعترفون بالحكومه المؤقته، يتعاطون ربما مع المشير حفتر، يتعاطون مع رئيس البرلمان عقيلة صالح، ولكن لا أتوقع أنهم يتعاملون مع حكومة ثانية، لأن هذا سيجعلهم يؤمنون أو يتعاملون مع شرعيتين في ليبيا، وهذا غير منطقي. هم يعتمدون على أن الحكومة حكومة الوفاق تحظى بدعم دولي وتم التوافق عليها في الصخيرات، ولذلك هم يؤكدون منذ اليوم الأول الذي بدأوا فيه العلاقات مع ليبيا، يؤكدون أن هذا هو الطرف الوحيد الذي يمكن أن نتعامل معه، وهو الطرف الشرعي الوحيد. فمن هذه الزاوية أعتقد أن العلاقات مع العلاقات التركية أقصد مع الشرق الليبي ستتم عبر قنوات أخرى غير قناة الحكومة المؤقتة. طيب السؤال إذن هنا عن الدور الأمريكي، في تقديرك شنو الدور اللي حتلعب الولايات المتحدة الأمريكية مع إدارة بايدن في المرحلة القادمة؟ هل حيكون دور نوعي، خصوصا أن يعني أمريكا تعاقب تركيا، ومن المحتمل أيضا أن الأوروبيين ماشيين في هذا الاتجاه؟ في تقديرك كيف حتتعاطى أمريكا مع حلفائها في ليبيا اللي هم المصريين والأتراك؟ ما شعرت به من خلال الأخبار أمس واليوم، نعم، إذا تابعتم مثلا لقاءات وزيارات السفير الأمريكي لدى ليبيا مع الشخصيات الليبية، شخصيات مهمة جدا، يعني كان هناك تركيز دائما على أن يكون وقف إطلاق النار دائما، يعني وقفا دائما، وأيضا أن تكون هناك خطوات أخرى تثبت السلام وتثبت الهدوء أو التهدئة في ليبيا. يبدو أن الإدارة الأمريكية وخاصة الإدارة الجديدة ستسعى إلى الحلول السياسية وتستبعد الحلول العسكرية، وربما حتى يعني تلجم من يريد أن يلجأ من جديد إلى السلاح، رغم أنه كما قلت الوضع على شفاء انفجار من خلال الأسلحة المكدسة، ولكن الأمر طبعا مرتبط بقرار سياسي، البندقية يسيرها دائما عقل سياسي وموقف سياسي، وبالتالي هذه الأسلحة إن لم يكن هناك موقف سياسي بالعودة مجددا إلى الاشتباكات أو إلى المعارك، فإنه سيبقى هذا السلاح احتياطي أكثر منه شيء آخر. وهل الروس والأتراك أجيب، نعم، على سؤالك بالنسبة للموقف الأمريكي إذا سمحت؟ نعم تفضل. يعني أستاذ رشيد، من الأكيد وهذا فهمه المصريون قبل غيرهم، عفوا. نعم تفضل أستاذ رشيد، عندك كم الوقت؟ نعم. أي يعني هذا ما فهمه المصريون، أن مجيء إدارة أمريكية جديدة تختلف عن العجرفة التي كان يتعامل بها والانحياز الذي كان يتعامل به الرئيس السابق، والذي ظهر إخفاقه، لأنه كما نعلم جميعا هاتف المشير حفتر بعد انطلاق الهجوم على طرابلس، وفسر ذلك في كل الأوساط على أنه دعم لشق ضد آخر، وهو ليس موقف يشبه المواقف التقليدية الأمريكية. ولذلك يعني الآن لا أعتقد أن الكفة ستنزل أكثر من اللزوم من الجهة الأخرى، يعني لن تكون هناك علاقات مميزة جدا مع حكومة الوفاق، ولكن ستحاول أمريكا أن تمسك العصا من الوسط حتى تكون هي أداة لمصالحة، وتلعب دورا في هذه المصالحة من أجل أغراض مستقبلية. طبعا ليس هناك قط يصطاد يعني لله كما يقال، فلذلك يعني الإدارة الأمريكية الجديدة ستتوخى سياسة جديدة في ليبيا مع المحافظة على ثوابت الكبرى للسياسة الأمريكية. نحن نعلم أن في أمريكا هناك مؤسسات مهما ظل الرئيس الأمريكي سبيله فإن المؤسسات تعدل وتصلح ما أفسده الرئيس، البنتاغون، وزارة الخارجية، البرلمان، يعني في كل هذه الدوائر سيكون هناك إعادة نظر في تقديري للموقف الأمريكي السابق، وتركيز على دفع الأمور
ووضع كل الثقة الأمريكي في اتجاه دفع الأمور نحو تسوية سلمية. نعم، في متابع معنا السيد طيب صالح يسألك يا أستاذ رشيد، يقول لك هل تعتقد أن العقوبات الأمريكية والأوروبية ضد تركيا ربما يجعلها تتمسك بوجودها في ليبيا مهما كلفها الثمن، وربما حتى يكون يعني دون رغبة الليبيين، ردا على العقوبات والضغط الأمريكي الأوروبي؟ يعني لا أعتقد، يعني في كل الأحوال الأتراك لديهم أسلوب اكتشفناه في التعامل مع الملف الليبي، يعني هم يسحبون الغطاء إلى درجة معينة، عندما يشعرون أن هناك خطر يبدأ في هذه اللحظة فإنهم يتوقفون، يعني هم يختبرون الموقف الأمريكي ويعلمون أن الموقف الأمريكي سيؤثر في الحلف الأطلسي الذين هم عنصر أساسي فيه، ولذلك يعني هناك نوع من التقدير أو من الحذر في استعمال يعني الصداقة مع الولايات المتحدة التي ربما تغفر للأتراك الكثير من الأخطاء. ولكن بداية العقوبات التي شاهدناها جميعا، هذه البداية تؤشر إلى أنه ممكن أن يرفع الجدار أكثر إزاء الموقف التركي إذا ما خرج عن حدود معينة، عن حدود ثابتة. مثلا الحلفاء اليونان وقبرص وإسرائيل ومصر، يعني في هذه المجالات لن تسمح فيها الولايات المتحدة بأن تكون تركيا تتعامل باستعلاء أو بغطرسة أو بقوة أكثر من اللزوم. طيب، في سؤال آخر، يعني إذا في 30 ثانية قبل ما ندخل على محور مهم جدا أستاذ رشيد، بنقل لك من عبد القاسم محمد، يقول لك هل المشير حفتر هو من خلط الأوراق وتسبب في قصة وجود الأتراك والفاغنر والمرتزقة إلى آخره، هل من الممكن يعني حصر المشكلة في هذا السؤال والجواب؟ والله أنا لا أعتقد، لأن هناك أشخاص لا يتم الحوار معهم أو يعتبرون غير جديرين بأن يكونوا مفاوضا في الطرف المقابل. نعم، قد يكون هذا هو الموقف من المشير حفتر. لا أتصور أن هناك مصالحة بين المشير وتركيا، يعني هذا في تقدير الأمر مستبعد، مثل ما أن المصريين، وهذه ملاحظة نسيتها قبل قليل، المصريين عندما أرسلوا وفدا إلى طرابلس لأول مرة، لاحظت أنه لم يتقابل مع رئيس الحكومة سراج، وهذا أمر غير معتاد عليه في الدبلوماسية، في الأمور الدبلوماسية عندما تذهب إلى بلد وأنت وزير أو شخصية مهمة، إما يستقبلك رئيس الجمهورية أو يستقبلك رئيس الحكومة. هذا الوفد كان منطقيا أن يستقبله السراج ويتحاور معه فيما تم الحديث فيه والخوض فيه مع الشخصيتين الوزيرين الآخرين، ولكن هذا لم يحصل. فنفهم منه وكأنه انفتاح مصري على جزء من حكومة الوفاق وجزء من المجلس الرئاسي وليس على الكل، وكأن هناك استثناء مصريا للسراج، وهذه سنرى ربما ملامحها إما تتأكد أو تنفى في الفترة القادمة، لأنه لا أتوقع أن يكون هناك تبادل زيارات أخرى، هذه لن تكون الزيارة الأخيرة، هي فتحت الباب لعودة العلاقات بين الطرفين لنوع من التوازن في علاقات مصر مع الفريقين الليبيين، ولكن بالتأكيد يعني ربما في المرات القادمة يكون الحوار أيضا مع رئيس الحكومة السراج. طيب، في بعد مهم جدا وفي عمق مهم جدا أستاذ رشيد خشانة، عمق يعني سياسي أمني وثقافي طبعا واجتماعي، اللي هو العمق المغاربي لليبيا، لكن مشكلة هذا العمق يا أستاذ رشيد إنه هو يكاد يكون غير موجود. فخليني يعني نبدأ معك في هذا المحور بسؤال من السيد فتحي مرشان يسألك، يقول لك هل الجزائر مثلا يعني ممكن تقبل وجود قواعد جنبها، وربما هذا ينطبق على الكثير من الدول، لكن ليش ما فيش رؤية مشتركة بين دول يعني دول المغرب العربي في هذه المسألة، خصوصا ملف الأزمة الليبية، تقريبا كل حد يعني وجهة نظرة تتصادم مع الثاني؟ وللأسف منذ آخر قمة مغاربية للاتحاد المغاربي المغفور له، الاتحاد المغاربي الذي توفي أصبح غير فعال الآن من القرن، سنة 94 من القرن، لا هو يعني في غرفة العناية الفائقة منذ سنوات طويلة ومات موتا سريريا، لأنه لم تعد هناك أي هيكل أي هيئة مغاربية تستطيع أن تجتمع، كان من قبل الرؤساء لا يجتمعون.
ولكن الوزراء يجتمعون وكبار المسؤولين والفنيين لدراسة بعض المشاريع المشتركة المغاربية. منذ سنوات توقفت حتى هذه الاجتماعات الشكلية، فلذلك يعني الجسم المغاربي جسم مجزأ، إلى كل بلد له مشاكله وهواجسه الداخلية، ولا يستطيع أن يتطلع فيما حوله على الأقل لحماية مصالحه الاستراتيجية، لحماية حدوده. بلد مثل الجزائر لديه 6 دول تحيط به، ولكن الجزائر منكفئة كما نعلم جميعا على وضعها الداخلي، كانت فيها انتفاضات، ثم الرئيس مرض وطال مرضه، وعندما يغيب الرئيس كما نعلم في كل بلداننا العربية فإن بقية الهياكل دورها أن تسير الأمور اليومية، تصريف الأمور. فلذلك من الصعب أن يكون هناك تصور ورؤية تبنى عليهما خطة سياسية، كيف نجمع الليبيين، على ماذا نجمعهم، ما هو الهدف بالنسبة لنا كجزائر، ما هو الهدف المغاربي. كل هذه الأسئلة نرى أنها غير مطروحة، عندما تتابع تصريحات وتحركات المسؤولين الجزائريين لا ترى أن هذا موجود. نفس الشيء في تونس، اكتفى رئيس الجمهورية قيس سعيد بأن دعي إلى قصره بعض الليبيين الذين قالوا عن أنفسهم أنهم رؤساء قبائل ليبية، وأنا لست متأكدا من ذلك. ومنذ تلك الخطوة اليتيمة لم نرى أي مبادرة لجمع الليبيين في تونس عدا الاجتماعات التي قررتها الأمم المتحدة، واختيرت تونس لسبب بروتوكولي تماما، لأن هناك دول أوروبية لا تستطيع أن تعطي تأشيرات للمشاركين، فعند ذلك صار البديل هو تونس. ولكن عندما اجتمعت الوفود والنخب الليبية في تونس لم يكن هناك فتح لقنوات حوار أو لأخذ وعطاء معها من أجل بلورة تصور يخدم بلد مثل تونس الذي له 500 كيلومتر من الحدود المشتركة مع ليبيا، والذي كان يعيش 1,000,000 من أبنائه من العلاقات مع ليبيا، سواء العلاقات الرسمية أو غير الرسمية. نعم، هذه التفاصيل كلها مهمة. في تقديري المغاربة كانوا نعم، المغاربة كانوا أكثر ذكاء، عرفوا كيف يشتغلوا بدون أن يتدخلوا كثيرا ويظهروا في الصورة، وهذا في تقديري كان كسبا لهم، وكان يمكن للبلدان المغاربية الأخرى في الملف الليبي الذي لا يمكن أن يكون مصدر خلاف وصراع بينهم أن يبلوروا سياسة مشتركة، سياسة مغربية جزائرية تونسية فيما يتعلق بالملف الليبي، لأن الخطر يهدد الجميع، الخطر سواء من ليبيا أو من منطقة الساحل والصحراء التي يمكن التسلل منها بسهولة إلى حدود الجزائر مترامية الأطراف، وأيضا إلى حدود التونسية الجنوبية. نعم. ولكن للأسف كل بلد مغاربي، كل حكومة مغاربية لا تنظر إلا إلى أمام أقدامها فقط، وتحل مشاكلها الداخلية بدون النظر، بدون أن تكون هناك رؤية إقليمية شاملة. طيب، في دقيقتين أخيرة معك أستاذ رشيد خشانة، يعني فرحات العوام يسأل فيك طبعا ما مدى تأثير الدور المغاربي، أنت أجبت الآن في ظل وجود الدور الغربي، فلذلك خلينا نمشي للدور الغربي في دقيقتين، وتحديدا فرنسا. هل فرنسا قادرة حتى هي على تعديل موقفها ولعب دور الوسيط، يعني اللي يثق فيه جميع الأطراف في ليبيا؟ في تقديري كل الدراسات الاستراتيجية والباحثين الاستراتيجيين يقرون بأن فرنسا لعبت لعبة، وكانت لعبة خاطئة ودفعت ثمنها الآن. فرنسا على هامش الحلول السياسية في ليبيا اليوم. نعم. هذه حقيقة واضحة، وهي غارقة في تشاد صحيح، وفي النيجر، وفي مالي، وكل أسبوع، حتى لا نقول كل يوم، نسمع بجنود فرنسيين قتلوا هناك. الذي صاغ هذه السياسة هو جون إيف لودريون وزير الخارجية الحالي، هو الذي كان يستلم الملف الليبي عندما كان وزيرا للدفاع في عهد الرئيس السابق فرانسوا أولاند، واستمر الملف الليبي بين يديه اليوم مع الرئيس الحالي، وهو كان يعني خطة خاسرة على طول، في لأنه اكتشف أن فرنسا تعطي أسلحة وصواريخ من نوع جافلون إلى قوات المشير حفتر، اكتشف أن هناك مجموعات من المخابرات الفرنسية عندما بدأ الهجوم على طرابلس فروا نحو تونس بأعداد كبيرة، إلى آخر ذلك من الأحداث التي عاشها الجميع، ويعرفون أن فرنسا فقدت مصداقيتها ولم تعد طرفا مقبولا من الفريقين الليبيين، وبالتالي من الصعب جدا أن يكون لها مستقبل في ليبيا.
هذا كله في تقديري نتيجة مناكفات بينها وبين إيطاليا طالت فترة طويلة وجعلت الطرفين يعني يبعدان بعضهم البعض عن المائدة، مائدة التسوية السياسية. نعم، نشكرك جزيل الشكر، شكرا لكل هذه القراءات المهمة والتحليلات المهمة أيضا الأستاذ رشيد أخشانة رئيس تحرير صحيفة شؤون ليبيا، شكرا جزيلا ودائما ممتنين لقبولك الدعوة ضيف عزيز معنا الأستاذ رشيد أخشانة. في الربع ساعة الأخيرة أو في العشرين دقيقة هذه طبعا كان شرف لي و... نعم شكرا جزيلا يا أستاذ رشيد. الربع ساعة الأخيرة هذه نحن خصصناها لموضوع مهم جدا، القرار رقم 831. القرار هذا يهي يا سيدي متضرر منه تقريبا 15,000 أو 20,000 أو 25,000 موظف تم تعيينهم في 2015 لهم 5 سنوات وقاعدين يشتغلوا مساكين من غير رواتب ومن غير فلوس. فنبوا نعرفوا هذه القصة ونحن تكلمنا عليها شوية في الحلقة اللي فاتت، لكن خلونا نستقبلوا الليلة الناس المتضررة من هذا القرار واللي اشتغلوا وخدموا 5 سنوات يعني من غير أي معنى. وخلونا نستقبلوا أحمد الجزيري من طبرق إذا كان جاهز معنا. نعم نعم أحمد الجزيري، سعداء جدا بانضمامك لنا يا أخونا أحمد. مرحبتين بك أستاذ. نعم أحمد، طبعا أنت من ضمن الناس الموظفين اللي هم تضرروا من قرار 831، وحسب المعلومات اللي عندنا تشتغلوا تقريبا الكاب 5 سنوات من غير رواتب، فيريت يعني راهوا في ناس واجدين ما عندهمش فكره عن الموضوع، وضح لنا الصوره هذه للمشاهدات والمشاهدين واحكي لنا القصه من البدايه. ان شاء الله باذن الله. طبعا الموضوع من البدايه كالاتي. نعم. طبعا نحن تعيننا في مصلحه الاحوال المدنيه من ضمن قرار 831 عن طريق النائب الثاني من مدينة البيضاء اللي هو الأستاذ راشد الصعيدي. نعم، عود لنا بس المعلومة هذه من جديد عشان نسجلوها معك يا أخونا أحمد. قلت لك نعم قلت لك نحن طبعا في سنة 2015 نعم تعيننا في قرار رقم 831 عن طريق النائب الثاني اللي هو الأستاذ راشد الصعيدي. كويس. مدينة البيضاء طبعا. نعم. أيوه طبعا وضعنا كاين تمام، تعيننا وتحصلنا على قرار تعيين ومباشرة عمل، أو مجرد ما تعيننا توجهنا كل واحد المكتب المخصص له اللي هو أنا تبع مكتب السجل المدني طبرق الخدمي، ومن يومها من سنة من شهر 1/1/2016 ونحن نداوم ونوقع بحضور وغياب على أساس أن نحن متعينين وضعنا 100%. نعم. والحمد لله يعني 5 سنوات هي من 2016 إلى حين الساعة هذه ونحن نداوم ونعملنا ونقدم خدمة للمواطن على أكمل وجه على أساس أن نحن موظفين. نعم. وموضوع الراتب قصه اننا ما كنت يعني كويس طبعا في وضع البلاد وكذلك وضع البلاد سيء، وضع البلاد ما زال مهزوز، وضع البلاد ما زال مش مستقر. لا انتم متعينين، انتم تمام، انتم رسميين، لا مغير مساله وقت وكذا. تمينا نشتغلوا جينا في سنه 2018 يعني تو انتم تشتغلوا الان. سامحني نوقفك مره برا عشان نفهمه بشكل اكثر دقه يا اخوي احمد. قعدتوا تشتغلوا من 2015 لمدة 3 سنوات لعند 2018 واللي تمشوا له يقول لكم انتم اموركم تمام، تم تعيينكم بشكل رسمي بالقرار 831 اللي دارها راشد الصعيدي، اموركم 10/10. كمل. بالضبط. نعم بالضبط. جرنا طبعا سنة 2018 شكي صار يعني ايش العملية تمت لها قريب 3 سنوات وما فيش حاجة نزلها، ما في حد دواء علينا، ما في حد قطع علينا. جينا جرنا نظام ايش؟ نظام اعتصام، لكن اعتصام ايش عادي يعني. جينا سهرينا مع مديرنا مع مدير الفرع. كم عددكم يا احمد؟ اذا قلنا لهم نحن رانا. سامحني في المقاطعه، عدد المتضررين من هذا القرار اللي عينوهم من غير ما يعطوهم فلوس، كم عددهم تقريبا يعني؟ ديما حسيت اخر احصائيه يقال ان 25,000 على مستوى ليبيا يعني. 25,000 رقم كبير يعني؟ على مستوى ليبيا. نعم. ايوه رقم كبير بتل يعني. وال 25 نظام لما جيت تحت تلقى منهم اقل شيء 10,000 رب اسره. نعم. انا اللي تو نحكي معاك رب اسره. عرفت 5 سنوات يعني من غير راتب جريمه تعتبر. كيف 5 سنوات موظف يعمل في الدوله يجي الساعه 8 في الصبح يطلع الساعه 2
خمس سنوات ما عندهش راتب. هو الكارثة، الكارثة العظمى أن آخر مرة اللي هي أمس ولا اللي هي أمس ولا هي أول أمس يقول لك أن القرار هذا غير قانوني. خمس سنوات سوى غير عرفت أن القرار هذا غير قانوني. وما اللي قال لكم أن قرار غير قانوني يا أحمد؟ هل في جهة مسؤولة ولا شخصية معينة مسؤولة قالت لكم غير قانوني؟ في نعم نعم نعم. يا ريت تقول لنا الأسماء إذا في أسماء. نعم طبعا نحن الفترة الأخيرة رانا للعلم مكتب طبرق فكرناه من يقارب عن 3 أسابيع اعتصام. نعم. وقفنا الشغل بعد ما طلع الوزير المالية فرج بومطاري طلع عن مباشر وقال مصلحة الأحوال المدنية لم ترسل لي بيانات الموظفين، لم تستوفي مصلحة آخر. مصلحة الأحوال المدنية في المنطقة الشرقية. في المنطقة الشرقية. لا الأحوال لا المنطقة لا. نعم. اللي لم ترسل الإجراءات اللي هي مصلحة الأحوال المدنية على مستوى ليبيا اللي يرأسها محمد بالتمر. كويس. هذه ما دزتش أوراقكم إلى 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 وزارة المالية زي ما قال الفرج بومطاري. أيوة ما دزتش أوراقنا إلى وزارة المالية طبعا. هل تواصلت مع محمد بالتمر؟ اسمعني آخر مرة يقال إن تواصلوا مش نحن. نعم. بناء على كلام رئيس الفرع متاعنا قال تواصلت مع سيد محمد بالتمر وقال أنا سوى بإذن الله نتواصل مع المالية ونجتمع بالمالية وإن شاء الله بإذن الله الأمور ماشية وإن شاء الله أي إجراء يقوم منا نعطوهم. إلا أمس تفاجأنا بأن وزارة العمل تقول أن رئيس المصلحة قال للمالية أن القرار هذا ياهي غير قانوني، عدد كبير والقرار هذا غير قانوني. وزارة العمل في المنطقة الشرقية وزارة العمل في المنطقة الشرقية ولا الغربية؟ لا 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 غربية، لا الغربية طبعا نحن برنامجنا نعم. كله يتبع المنطقة الغربية عرفت. نحن طبعا موضوع مصلحة الأحوال المدنية موضوع ايش الإدارة العامة المصلحة الكامل طبعا في العاصمة عرفت يا أصل الأستاذ محمد بالتمر واللي معطل الموضوع بصراحة الأستاذ محمد بالتمر. قلت أنا على الهواء مباشرة اللي معطل الموضوع إلى الآن الأستاذ محمد بالتمر. طيب تو يعني عشان نفهم الجزئية هذه سمحني على المقاطعة يا أخوي أحمد. نعم محمد بالتمر. نعم. يقول انه هو قرار غير قانوني. اذا مفروض الان. نعم. الكره في ملعب اللي هو دار التعيين اللي هو رشيد الصعيط اللي دار التعيين هذا شنو قال وشنو علق يعني رشيد الصعيط بما انه هو اللي دار التعيين وهو اللي وقع. رشيد الصعيط الى الان لم يطلع على الشاشات ولم يصرح الموضوع هذا ولم يعني مفروض توه هو دور استاذ رشيد الصعيط دوره انه يطلع توه يوضح الموضوع هذا. نعم. يوضح لنا الموضوع هذا قانوني ولا غير قانوني، على اي اساس هو عيننا، على اي اساس هو حطنا خمس سنوات ونحن قاعدين في معركه مع الشغل ومع المواطن وهو انت يعني اقل شيء يعني خمس سنوات من غير راتب خاطي ان في مشاكل واجد نواجهوا فيها جو العمل. في مشاكل مع المواطنين وفي مشاكل مع يعني حطونا في موقف ضايق الحد يعني خمس سنوات من غير راتب. في سؤال مهم الشغل نداومه فهمت في مواطن يتفاهم الموضوع في نحن اثناء نجلس يعني في الشغل المنظومه تفصل مرات يجينا مواطن يدي ورده يتضارب معانا مرات يهذبنا عرفت على القصه هذه فوق يعني فوق من هذا كله بعد خمس سنوات عمل ودوام تجيني تقول لي والله قرارك غير شرعي جاي قراري غير شرعي المفروض انت يا استاذ محمد التمر وقفتها من سنه 2016 المفروض وقفتها من اول سنه لكن تحط ناس خمس سنوات قاعدين يشتغلوا في سؤال مهم يا احمد في خلال الخمس سنوات نعم عشان ناكدوا على المعلومه. نعم. هذه في خلال الخمس سنوات ما فيش ولا جهه مسؤوله او شخصيه مسؤوله من مصلحه الاحوال المدنيه والله من وزاره الماليه والله من وزاره العمل ما فيش حد جاء قال لكم راهو انتم وضعكم غير شرعي وضعكم غير قانوني ما فيش حد قدم لكم ولا ملاحظه ومخليكم تشتغلوا خمس سنوات وخلاص. ما فيش شخصية من الأحوال المدنية في طيلة الخمس سنوات جاتنا وقالت لنا أنتوا قراركم ماضيائي غير قانوني تريحوا في حواشيكم كل ما تواصلوا ونقولوا نبوا ونحن حقنا نبوا راتبنا يقولوا إجراءكم ماشي في السليم وكل مرة يطلبوا منا في أوراق كل مرة يطلبوا منا في دسكة كل مرة يطلبوا منا في سلافيا كل مرة يطلب منا في إجراء معينة على أساس أنه هو يجري علينا على أساس أنه هو يبي يدرجنا على أساس أنه هو شاجبينا
لكن اللي طلع الموضوع هذا انه هو اصلا ما فيش حد يجري علينا ولا حد يتكلم علينا اللي هو وزير الماليه فرج مطاري. طلع اخيرا قال انا عندي جهات في الدوله الليبيه لم تتقاضى راتب، في منهم اللي له سوى 8 سنوات و5 سنوات، اللي منهم نحن ومنهم التعليم، منهم الصحه، منهم الداخليه وغيره. جميع الجهات الحكوميه على مستوى ليبيا دفعت البيانات المطلوبه الا من مصلحه الاحوال المدنيه، لم ترسل حتى موظف واحد من عدد 25,000 موظف. هو موضوع الماليه الاخير هو اللي طلع مصلحه الاحوال المدنيه ان هي مش محترفه بينا اصلا. طيب عندي سؤال يا احمد. نقول لك ان نعم مو خليك تكمل. القرار رقم 831 في جزء ايضا موجودين من المنطقه الغربيه لكن هضم يتحصل على رتبهم صحيح في نفس القرار؟ حاجه مضمونه، حاجه ملموسه ما نقدرش نثبت لك عليها، هذه وحده. الحاجه الثانيه لو كانك انت تنظر ما فيش حد من المنطقه الغربيه طلع على الاعلام وطالب منا انه هو عنده راتب من 5 سنوات، هذه اللي خلتنا احنا نقول ان هم واخذين، ان هم قبضوا. عرفت؟ تو اغلب اللي هم يعيطوا على صفحات التواصل الاجتماعي على جميع القنوات، اللي اغلب هم اللي يعيطوا المنطقه الشرقيه والجنوبيه. عرفت؟ نعم. الى الان ما فيش اي حد من المنطقه الغربيه طلع انا يعني شفناه على الفيس ولا كذا انه داير قصه على الموضوع هذا. نحن رانا للعلم اعتصمنا اكثر من مره. للعلم درنا يعني شو نقول لك؟ مذكرات للمجلس النواب. وش نرد عليكم مجلس النواب؟ شو نردوا عليكم؟ شو يقولوا لكم؟ مجلس النواب درنا لهم مذكره في سنه 2018 قالوا لنا لا وسعوا بالكم ولا ان شاء الله اموركم كويسه وكذا والامور كيف هي الامور اللي تصير في البلاد. هذه كانت من مجلس النواب يعني اعلى سلطه تشريعيه في البلد ردت عليكم قالت لكم وسعوا بالكم والامور تقعد كويسه يعني. هذا هو الرد يعني كان. قالوا الامور كلها كويسه وان شاء الله كلها. يعني يقول لك حاجه ما فيش فيها الا وهي تطمن فيك فقط، لا تطمين. ما فيش واحد قال انا نظمكم حتى انا الموضوع على شوري انا نظمه. ما فيش حتى اللي تجينا تقول لك نحن قلت لك نحن لنا 3 اسابيع رانا حللنا يوم الاحد اللي فات اعتصمنا قدام المبنى لنا 3 اسابيع فكرنا المبنى نهائيا. حتى اللي يجيك يقول لك افتح المبنى نقول لك بداية انا ما عنديش مشكله نفتح المبنى وانا ضد الاعتصام تضمن لي حقي. يوخر يقول لي لا والله ما نقدرش نضمن حقه. طيب خليك معنا يا احمد نبغى نشركه اخر مره جاتنا. نعم خليك معنا يا احمد حنرجع لك من جديد يا احمد خليك معي على الاتصال ونشركه ايضا واحد من المتضررين من قرار 831 السيد عبد الهادي انضم لنا الان بيضا. السيد عبد الهادي سعداء جدا بانضمامك لنا ويا ريت يعني تضعنا في صوره 831 يعني احنا سمعنا تفاصيل واجده من زميلك اللي هو احمد الجزيري لكن مش عارف اذا كان عندك اضافه في الموضوع. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. نعم اهلا وسهلا. تحياتنا اليك استاذ خليل. نحييك. جميع المشاهدين. نعم. شكرا على الاستضافه في قناه 218 من نقطه قرار 830 مصلحه الاحوال المدنيه. بالنسبه للقرار اللي معني الجزيري انا علي اخونا احمد الجزيري. نعم. عرفت لك كان ايش نتكلم عن الحزب القانوني بس. كويس. بالنسبه للقرار من الناحيه القانونيه فان راشد كان نائب ثاني مش منطقه شرقيه وغربيه وكان مصلحه الاحوال المدنيه جزء واحد يعني. نعم. كويس يعني القرار القانوني تشوفوا فيه طبعا. وبالنسبه لراشد الصعايدي كان تو بيطلع في لقاء في قناه واحده اخرى مش عارف في تي في على ما اعتقد بعد شوي ممكن. نعم. ونزل نشرات تو في الفيس ويبشر في الموظفين. لكن طبعا نحن طبعا منشورات طبعا كل سنه ينزلنا في المنشورات يقولنا يفرج عليكم يفرج عليكم لكن ما فيش اي افراج. نعم. محمد التمر حتى يوعد فينا كل سنه وعاد 2017 قال ان شاء الله معاكم وين تخلصوا. وفي 2018 برضه نفس الكلام لكن ما في اي جديد. نعم. وطلع بليب اللي فات وقال ان مصلحه الاحوال المدنيه هذه هي في 10 سنوات لم تنقسم وكانت يعني انها اداره واحده. فهذا يخلي لان قرار رفض السعيدي قرار قانوني. وهي الكلام طبعا هو قال في اخر لقاء له مسجل على قناه دبليو تي في بيحكي فيها رفض السعيدي على مصلحه القوه. طيب نسمع فيك عبد الهادي. نعم والان انت طبعا بنفس الكيفيه لك 5 سنوات ما اخذتش راتب يعني ان شاء الله انا بشرت العمل في يوم 6/1/2016 قرار تعيين في 2015.
طيب شنو هي الخطوه الجايه اللي تديروها يعني عبد الهادي؟ يعني وانت موجود في مدينه البيضاء او يعني المدن اللي جنب مدينه البيضاء والناس المتضرره، ونحن عارفين ان الرقم كبير، شنو هي الخطوه الجايه؟ عارفين ان التذكير السجل والمظاهرات مش حتجيب كثير نتيجه، بالفكره احنا استعنا بيش قلنا ان توجهوا للقنوات الاعلاميه وقعدنا نشوف المنشورات يعني عرفت، وتواصلوا معاكم وبرضه نعرف حتى الضباط الدوليه قاعد تزور برسائل يعني ما فيش حد رسلنا لمصلحة الأحوال المدنية ما فيش حد رد علينا، رسلنا وزارة العمل التأهيل مش حد رد علينا، وفي بعض الأصدقاء قالوا لهم حاضر عن 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 لأنهم يسألوهم. هذه الصفحة الرسمية لي 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 لمصلحة الأحوال المدنية دارت لكم حظر؟ مصلحة الأحوال المدنية دارت لبعض الأصدقاء ما قالوش حاضر، لأني ما قالوش أن خفت أني أنت نعم رسالة يقولوا لي حتى أنا حاضر، فهمت الفكرة؟ نعم نشكرك جزيل الشكر يا عبد الهادي. نعم ونحاول نستغل الوقت وشكرا يعني لوجهة نظرك، حنرجع من جديد لاحمد الجزيري اللي يمكن ناخذ نعم وناخذ تعقيبات للناس اللي موجودين معنا الان على بث الفيسبوك يعني يعطوا فينا في معلومات مهمه. نضال الحمود يقول والله العظيم حتى في المنطقه الغربيه ما خذيناش يعني نفس البرنامج يعني ايضا ما وصلناهمش الفلوس. ايضا سمرقند تقول لك انا تبع المنطقه الغربيه لم اتقاضى مرتبي من 2015. طيب وفدوى محمد تقول ان في افراج على الرواتب في المنطقه الغربيه، لكن فدوى زي ما تشوفي الناس اللي معلقين ايضا قاعدين يقولوا ان في المنطقه الغربيه لم يتحصلوا على هذه المبالغ. عوده من جديد لاحمد الجزيري. احمد من جديد وفي اخر سؤال معك، شنو هي الخطوه نعم. الجايه اللي تبوا تديروها انتم الان؟ والله يا استاذ جميع الحلول وجميع المواضيع نحن درناها، نحن قلت لك اخيرا درنا مظاهره وفكرنا المكتب لي وتابع لنا عرفت، فكرناه فكر ودرنا اعتصام ما وصلناش الحل. الخطوه الاخيره نحن تو نبغوا حاجه واحده، نحن نبغوا محمد مؤتمر شخصيا يطلع يفهمنا موضوعنا هذا، نبغوا نفهموا منه. أنا تو عن طريق كم أنتم عن طريق قناتكم الموفرة نطلب من السيد محمد بالتمر يطلع يدير لنا حل للمهزلة هذه صراحة، إن راهي خمس سنوات تمت مهزلة. نعم. منا حاجة واحدة فحل مباشر يطلع على المباشر، قرارنا شرعي مش شرعي، إيش اللي معطلنا؟ إيش المشكلة؟ يوضحها لنا بس، يوضح لنا القصة هذه كيف؟ هل هو شرعي؟ وين؟ حقاتنا وين؟ رواتبنا وين؟ هو مش شرعي يقول عليش هو مش شرعي، نحن ناس عندنا قرارات وعندنا اسمها تمكين وعندنا مباشرات عمل وناس عندنا دفاتر حضور وغياب. نعم عندنا ما يثبت ان احنا نجو للمصلحه الاحوال المدنيه نداومه. نعم عندنا ما يثبت ان احنا نجو من الساعه 8 نطلع الساعه 2، عندنا ما يثبت ان احنا خمس سنوات ما نجمع نجيب حواشينا. نحن قاعدين نخدموا في البلاد ونخدموا في المواطن. طلبوا منا حاجه واحده، يطلع الاستاذ راشد الصعيدي، يطلع الاستاذ محمد التامر يوضحوا لنا الصوره هذه، يوضحوا لنا نعم. نتمنى ان رسالتك وصلت ونشكرك، نشكرك يا احمد الجزيري طبعا، وسامحني يعني على المقاطعه لكن للاسف يعني داهمنا الوقت، ونشكرك جزيل الشكر انك انت وضحت لنا الاشياء كلها. والكره الان في ملعب السيد راشد الصعيدي اللي كان هو نائب ثاني في مصلحه الاحوال المدنيه، والكره ايضا في ملعب السيد محمد بالتمر رئيس مصلحه الاحوال المدنيه. تكلم على قريب 25,000 شاب وشابه ليبيه مواطنين ومواطنات قاعدين يشتغلوا من 2015 او على الاقل جزء كبير منهم يشتغلوا من 2015 الى 2021، ست سنوات من غير رواتب الى الان. وقبل ما نعاقب على موضوع ضيير بناخذ تعليق اخر في موضوع يعني مختلف شويه لكن في نفس السياق. السيد عبد القادر بن خليفه يتكلم يقول نحن ابلغناكم وكررنا الاتصالات وغيرنا من المتقاعدين الذين مضى على قرار اعاده تسويه معاشاتهم اكثر من 10 سنوات، وفي منهم طبعا توفى، فيلفت النظر يبينا نحن يعني نتكلم عن الموضوع. طبعا يا سيد عبد القادر نوعدكم ونوعد المشاهدين اننا حنديروا حلقه مخصصه على مساله المتقاعدين اللي من المفترض انه في قرارات تسويه لرواتبهم، لكن زي ما قلت انت مرت 10 سنوات وفيهم حتى اللي توفى الله يرحمه من غير ما يشوف هذه التسويه. فواضح ان قدامنا فوضى اداريه غير مسبوقه في ليبيا. والغريب زي ما قال احمد الجزيري وهو شاب تم توظيفه في مصلحه الاحوال المدنيه، جاء قرار من الدوله، عاد شنو بيدير؟ 15,000 جاهم قرار من الدوله زي احمد وجدين وقعدوا يشتغلوا. الغريب ان المؤسسات تماطل فيهم يعني ما تعرفهاش نوع من المكر، ما تعرفهاش شيء متعمد، ما تعرفهاش فوضى اداريه، ما تقدرش تعرف شيء يعني في ليبيا.
فقاعدين يشتغلوا قدامهم في السجل المدني وما فيش ولا مؤسسة ولا جهة عامة ولا جهة مسؤولة وما فيش ولا شخصية مسؤولة أو مسؤول جاهم وقال لهم يا جماعة على 25,000 أنتوا كلكم راهوا أنتوا قراركم غير شرعي ولا قراركم غير قانوني، مخلينهم يشتغلوا وكل ما يمشوا لحد يقول لهم فلوسكم تنزلوهم لكم. لكن كان أغرب رد، يعني اللي كان إبداع جدا، رد مجلس النواب. معقولة أعلى سلطة تشريعية في البلد وتخاطبها فئة مهمة جدا من الشباب اللي تم توظيفهم وتعيينهم من الدولة، الدولة عادية اللي عينتهم 15 ولا 25 ألف، معقولة مجلس النواب يمشي يقول لهم وسعوا بالكم إن شاء الله الأمور تمشي بشكل كويس؟ هل هذا رد يعني جهة مسؤولة؟ سلطة تشريعية ترد بهذه الطريقة؟ بدل ما تفتح تحقيق ويكون عندها مندوبين وتشكل لجان، يقولهم والله وسعوا بالكم إن شاء الله خير والبلاد يعني ماشية. تخيل جهة مسؤولة ترد بهذه الطريقة، يعني فوضى. طبعا هذا النوع من أنواع الفوضى هذا فساد، الإخفاق والفوضى هذه الإدارية هذا فساد. الفساد مش بس الاختلاس ونهب الأموال، هذا هو الفساد. أن عندك 25,000 تم تعيينهم من غير رواتب لهم 6 سنوات، يعني حاجة غريبة، يعني حاجة ما تصيرش إلا في ليبيا للأسف. فمن جديد الكرة في ملعب الشخصيتين اللي هن مسؤولات الآن عن هذا القرار، نبدأ براشد سعيد اللي هو دار القرار يعني ومعلقش إلى الآن، وأيضا السيد محمد بالتمر، والجميع 25,000 موظف ينتظروا في تعقيبكم. ندعوكم من جديد طبعا ان احنا حنوسعوا المساحة في هذه المسألة وحنديروا يعني مساحات كبيرة اكبر في هذه المسألة، ونشوفوا يعني المتضررين، نشوف كل وجهات نظر، وحتى المسؤولين حنسمعوا منهم سواء في وزارة المالية سواء في وزارة العمل سواء في مصلحة الأحوال المدنية، ونشوف القصة هذه المشي، ونسمعوا ايضا حتى من البرلمان خصوصا ردهم يعني كان غريب شوية، والحكومات يعني وين ماشي وين راكدين يعني. وايضا المساله المهمه اللي نعدوكم ان احنا حنفتحوا مساحه مهمه فيها جدا اللي هي المتقاعدين وقرارات التسويه اللي كانت قراراته خلاص يعني تندار القرارات في ليبيا وبعدين هذه ساعه وهذيك ساعه. خلونا في نهايه الحلقه نشكر من جديد كل اللي كانوا معنا والشباب اللي متضررين من هذا القرار، نشكرهم جزيل الشكر، وايضا نشكر الاستاذ رشيد خشان الباحث السياسي وهو ايضا رئيس تحرير صحيفه شؤون ليبيا، والشكر طبعا لكم مشاهدينا ومشاهدتنا الكرام. نعتذر طبعا لكل من حد علق ولم نتمكن من قراءة تعقيبه بسبب ضيق الوقت، نشكركم دائما ونستفيد دائما من تعقيباتكم وأسئلتكم. تحياتي وأيضا تحيات فريق عمل برنامج البلاد، نتمنى لكم أمسية طيبة.